مرحبا بكم مشاهدي الكرام. دكتور، كنت تريد يعني أو كنا نتحدث عن موضوع الإعجاز النبوي في موضوع الإفطار على التمر أو الرطب أو حسوات من الماء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أسأل، هل أي نوع من أنواع الحلو يقوم مقام التمر أو الرطب؟ الحقيقة أنا بسمي التمر أو الرطب هي الحلوى أو الكنافة الإماراتية أو الكنافة الخليجية. الكنافة الثانية والحلويات الثانية لا تقوم مقام التمر، لأنها تحتوي على السكريات المعقدة، السكريات صعبة الهضم، تحتوي على الدهون بنسبة أكبر، تحتوي على الشحوم بنسبة أكبر، وبالتالي تؤدي إلى إبطاء الهضم وتؤدي إلى عسر هضم أكبر. بينما التمر يعطينا هضم سليم، هضم سهل، يعطينا طاقة، يعطينا حيوية، وبالتالي يعطي فائدة للجسم. من الناحية الطبية أيهما أولى، أن يبدأ الإنسان بالإفطار على الماء أم على التمر؟ والله أنا من نفسيا ببدأ بالتمر وبعدين بالماء أو الحقيقة مع بعض، يعني لازم نأخذ جزء من الماء حتى نعوض ما فقدناه خلال يوم الصيام، ونأخذ أحادي التمر سواء 3 أو 5 أو 7. أنا أريد لأنه الحقيقة 10 تمرات في يوم 100 جرام يعادل ما 100 جرام من التمر، و100 جرام من التمر فيها إذا طرقنا أنه شو فيها العديد من الشغلات المغذية التي تعطي الجسم طاقة وبالتالي تساعده على القيام بالطاعة. أنا أريد أن أسأل حقيقة حول موضوع وأتأكد من فضيلة الدكتور حول هذا الموضوع. ورد فضيلة الدكتور في بعض الأثر، وصحح لي إذا كان الموضوع غير صحيح، أنه في الصيف كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم على الماء، وفي الشتاء كان يبدأ بالتمر أو الرطب. هل ورد معك هذا الموضوع؟ حتى أسأل ما هو الفرق في الشتاء والصيف؟ والله ما عندي هذا التفريق، لا أعرف صحته. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل أن يصلي يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وفي حديث آخر قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. من يعني أنا فهمت من كلام الدكتور، ولعله أيضا يصحح لي إذا كان الرطب قالوا أنه في 70% تقريبا ماء و20% إلى 25 سكر، وأما التمر بالعكس 20% ماء، نسبة الماء فيه، و70% سكر. طبعا فيه ألياف وأشياء يعني أخرى، مواد أخرى بسيطة. فنلاحظ أن الرطب نسبة الماء فيه أعلى، والتمر نسبة السكر فيه أعلى من الماء. الرطب لعله من جهة يعني القضية أنه الآن الجسم في حالة جوع يحتاج إلى إيقاظ لين، يعني يحتاج إلى استعداد لين للأكل. لما الواحد يهجم على الأكل بالمعقد بهذا راح تكون فيها. فالآن تأمل، يعني أرى أنه في حكمة في الشرع في قضية الرطب المحتوي على نسبة أكبر من الماء. ونسبة من طبعا السكر كما ذكر الدكتور، السكريات الأحادية وليست أو الثنائية وليست المعقدة مثل الكنافة والبقلاوة والإلى آخره. فنلاحظ يعني أنه لما يبدأ برطبات وفيها نسبة ماء أعلى، ما وجد يأخذ طبعا التمرات، ما وجد يأخذ الماء. هذا الجهاز الهضمي لما يصير فيه تلطف في إيقاظه واستعداده بنوع من اللين بهذه الرطبات والتمرات، هذا ترى من أصول الصحة العامة. وهذا إعجاز. أنا حقيقة أريد أن أسأل عن هذا الموضوع، فعلا هذا إعجاز يعني دكتور، أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بالطعام، بدأ بالطبيخ والأشياء يعني مع أنه كان موجود يعني الطعام. مثل ما فضل الدكتور محمد منجد، أنه هذا التمرات أو الرطبات وقليل من الماء يدغدغنا الغدد الهضمية أو الغدد الهاضمة لتقوم بعملية الهضم. جميل. هذا التهيئ، لأن الذي يجب أن نهيئ هنا، نقول أنه هذا هو المشهي أو هي المقبلات. هو ممكن أن نقول أن التمرات هي المقبلات وليس الأكل الآخر هو المقبلات. هذا المقبلات هي التي تقوم بدغدغة الجهاز الهضمي وتهيئه للهضم السهل. دكتور، أريد أن أسأل دكتور فضيل الدكتور حول موضوع أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل أن يبدأ بالطعام، كما تفضلت أنه
يبدأ بالرطب أو بالتمر أو يشرب قليل من الماء، ومن ثم يقوم إلى الصلاة، ومن ثم يعود ليبدأ بطعام الإفطار. هل هذا الأمر هكذا أم ماذا دكتور؟ نعم طبعا الطعام إن وجد، لأنه سبحان الله كانوا أحيانا من الفقر والما يجدون إلا تمر فقط، لكن لو كان في طعام لما يصير في بداية بأكل هين على المعدة وفي تستطيع تمتص السكريات الأحادية السهلة هذه بسرعة وتهيئ المعدة لما بعد، ويروح واحد يصلي بعدين يعود، معناها في فاصل، يعني معناها يدخل الطعام إلى المعدة بنوع من يعني من التدرج، ما في هجوم. يعني نحن الآن مشكلة لما تجي على قضية أنه مثلا على طاولة الإفطار في كذا نوع، يعني أنواع كثيرة جدا، فلما يصير واحد يتبع السنة يعني رطبات بعدين يروح يصلي يرجع بعدين يبدأ بالطعام، يصير يعني قضية التهيؤ الجسم لهذا والتدرج في إدخال الطعام على المعدة طبعا بلا شك أنه يعني فيه فوائد صحية جمة. دكتور أريد أن أسأل الحقيقة أنتقل إليكم حول موضوع أنواع الأطعمة التي يمكن، وأيضا تعليقك على أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يصلي ومن ثم يجلس فيأكل الطعام، وموضوع الأصناف اليوم يعني والحمد لله أصناف كثيرة على مائدة الطعام، هذا من نعم الله عز وجل علينا، لكن كما تفضلت ربما يعني يكون هنالك كما يسمى بالعامية بيخلط من كل هذه الأصناف وترتبك المعدة وربما تستجير إذا كانت يعني تنطق ربما. الحقيقة مثل ما تفضل الدكتور حسان، أولا أوصي الصائم أنه يحزو حزو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هي جزء من الوصايا النبوية الشريفة وهذا جزء من ديننا الحنيف. عندما نأخذ الطعام بالطريقة الثلاثية مثل ما قلنا، أول شيء نأكل رطبات والتمرات أو التمرات أو الماء، ومن ثم نقوم إلى الصلاة. هذه الصلاة تعطينا حركات، حركات الصلاة من ركوع وسجود هي رياضة خفيفة لتمرين المعدة، لأن هذه الحركات ليس حركات الجهاز. كيف تتمرن المعدة؟ كيف تتمرن؟ هل الركوع والسجود يعطينا ضغط على البطن، ضغط بقلب البطن، ضغط بأسفل البطن، هذا إذا كان ركوع وسجود سليم وليس ركوع وسجود كنقر العصافير. في لأنه أحيانا بالإقام وقت بنكون قائمين بالصلاة في حوالي 200 عظمة تتحرك في الجسم، وهذا يعطينا أنه الحركة تعطي الحركة بركة، والحركة بركة معناته تعطينا هضم، بداية لهضم سليم. جميل. هلأ جينا بعد صلينا وجينا نأكل، عندما نأكل يجب أن نمضغ الطعام جيدا، هذا أهم شيء، لا نلتهم الطعام لهما، لأن مثل ما قال الدكتور بنجد أنه دليل ما هب ودب على طاولة السفرة مثل ما يقولوا، من نأكل من هذا من نأكل من هذا، هذا أكبر خطأ. يجب أن نأكل السلطة، لأنه عندما نأكل في نقطة لم نتطرقها في الرطب، أنه الرطب بيعطينا نوع من الشهية، أنه بصير الشهية تخف شوي. إيه لأنه بيعطينا نوع من هذا أمر مهم، لأنه كل يتساءل حقيقة أنه كيف خفف الأكل شوي. شو ما خفف الأكل وقت ما نأكل رطبات وشوية مي معناته خفت الشهية شوي، خف الأثر الجامح أنه الاتهام الطعام لهما. وبعدها نأتي نحتاج إلى بروتين، إما قطعة لحمة أو قطعة دجاج أو قطعة سمك، رز ممكن أكل رز، ما بدك تأكل رز ما تأكل خبز، أنا ما من أنصار إنه تأكل خبز عند الإفطار، لأن الخبز تأكل رز معليه، لأن الخبز في عجين، والعجين هناك الحقيقة هلا عم نبحث في أبحاث كثيرة عن الداء الزلاقي، عدم تحمل القمح وخصوصا بوجود الجلوتين، وهذا يجب الامتناع عن الخبز امتناع نهائي. طبعا هناك الثريد الحقيقة أنا بنصح فيه، لأن الثريد لا يوجد في خميرة، ولكن الثريد عندما يصبح عجين يصبح كأنه خبز، وهذا يعني طعام كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمح لي أتأكد من هذا الموضوع من فضيلة الدكتور، موضوع الثريد و النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. فالثريد الذي هو عبارة عن هذا يعني الـ هذا المصنوع من البر
نعم. من القمح هذا نعم. لما يثرد بماء اللحم ومرق اللحم فيكون يكفي منه يعني يصير يشبع نعم. ممكن يشبع عدد الأعداد من الناس صحيح. ولذلك أكيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه لما يكون فيه من الـ 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 يعني الكفاية يعني شوف فضيلة الشيخ يعني يقول لك أنه الخبز إذا أكل بطريقة غير سريد أنه فيه ضرر بطريقة سريد ليس فيه ضرر ويصبح الأمر أريد هنا أسأل أيضا فضيلة الشيخ حول موضوع السحور لأنه الوقت بدأ يعني يقترب للانتهاء ما هي الآداب النبوية بالنسبة للسحور في كثير من الناس بيقول لك أخي أنا لا أستطيع أن أتسحر بيصير عندي غازات وتخمة ونحو ذلك هل يجوز له أو الأولى أن يترك السحور أم يجلس ولو أنه يشرب قليل من الماء أو يأكل شيء من التمر طبعا المحافظة على طعام السحور وعدم التفريط فيه ولو بالقليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة فإذا أخبر أن فيه بركة بركة دينية وبركة دنيوية وفيه اتباع للسنة وفيه مخالفة لأهل الكتاب لأنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ويقوي أيضا على العبادة لأنه طعام متأخر ولا يكون سحورا إلا إذا كان في النصف الثاني من الليل جميل. فإذا كان في النصف الأول من الليل لا يعتبر سحورا عند العلماء وإذا كان قبل الفجر متأخرا فهو أولى لأنه يعين على أن يكون الإنسان على 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 صيام على صيامه وعلى يومه نعم. وكذلك في مدافع لسوء الخلق الذي يسببه الجوع وكذلك فيه الإيقاظ لصلاة الفجر وكذلك فيه الاستغفار بالأسحار لأن وقت السحور هو وقت الأكل هذا فيتذكر وبالأسحار هم يستغفرون ويكون فيه سبب لإجابة الدعاء في هذا الوقت المبارك جميل. وفضيلة السحور هذه يعني السحور أكلة بركة فلا أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين جميل. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح وكذلك قال أخر السحور وتسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فسئل زيد بن ثابت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية وأعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا هو الموافق للسنة والسحور على التمر ممتاز لقوله نعم سحور المؤمن التمر رواه أبو داود فإذا طبعا أيضا فيه طاقة الحرارية التي تعينك أو تساعدك في البقاء والصمود بقية اليوم أنا حقيقة يعني أشكرك دكتور على هذه الإفاضة لكن أود حقيقة من ناحية الطبية من ناحية الطبية أنا موافق أنا موافق دكتور منجد الحقيقة السحور مهم جدا لأن السحور بيعطيك الطاقة أنه تنتج خلال يوم الإفطار خلال اليوم الصيام في أنواع معينة لازم يأخذها يعني ولا أهم شيء أهم شيء التمر أو الرطب أهم شيء الماء أهم شيء الفواكه لأنه مهم جدا أنا أتسحر على هذه الثلاثة الرطب والماء والفواكه لأن عندما تتسحر على اللحم يعني في فرق بين الإفطار والسحور من حيث نوعية الطعام لازم يكون في فرق بين الإفطار والسحور إن يكون الوجبة الرئيسية هي الإفطار أو الإفطار المبكر وبالتالي هناك إفطار متأخر إذا كان أخذ إفطار خفيف بالأول وبعدها هناك إفطار متأخر ووجبة السحور يجب أن تكون وجبة الوجبة الخفيفة إنه التي تعينه على العمل في اليوم الشاق في شهر رمضان الوقت المبارك. انتهى حقيقة لكن كنت أن تعلق بس على موضوع الغازات حتى الأخ يعني الغازات الحقيقة هي إذا كانت غازات المعدة سببها هي الطعام الذي يؤدي إلى تعب المعدة وبالتالي إلى تخمر الأكل في المعدة وإلى الغازات في المعدة الغازات في الكولون تحتاج إلى شرع إذن الدواء في الصيام صوم وتصح صوم وتصح هي هذه الميزة الثانية في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة هي وقاية من الأمراض سبحان الله ليس فقط من المعاصي أيضا من الأمراض وقاية من الأمراض وقاية من السرطان وقاية من اضطراب المناعة وصوم وتصح الصيام صحة والحديث الثالث هو ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك عندما نطبق هذه الثلاثة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم نكون قد أتينا على فوائد الصيام الجسمية والعقلية والروحية
دكتور، هل فعلا انه الصيام ربما يسبب ضرر او جفاف؟ يسبب ضرر وجفاف للمصابين بالداء السكري، يسبب ضرر وجفاف للمصابين بالامراض الكلية، ونحتاج الى حلقات خاصة في هذا الموضوع ان شاء الله. اشكرك فضيلة الدكتور استاذنا الدكتور على ما تفضلتم به، وايضا اتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد المنجد المشرف العام على مجموعة زاد الإلكترونية، وأيضا أشكر في الاستديو الدكتور محمد عزام قياسة أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والتنظير أيضا الهضمي. أذكركم بموعد الحلقة، سأكون معكم خلال شهر رمضان إن شاء الله تعالى، ليالي رمضان، في هذا البرنامج يسر مواضيع متنوعة. أذكركم أن تكونوا معي في الساعة 12 بتوقيت دبي، 11 بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا.